عليكم ومرحبا بكم، وكنتمنى انكم تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد غنقدموا ان شاء الله جميع الكرعين، يعني كل اللي كيقول لي كرعين كل اللي كيقول لي هضمه. غنحتاجوا لي الحمص، خديت الكرعين على حسب يعني عدد الافراد العائله، حنا غير قلال، درت غير هاد لا كونتيتي، ودرت الحمص يعني درت زلافه كبيره. عدي هنايا في العطريه التحميره وسكينجبير الكامون والبزار والخرقوم البلدي، عندي مطيشه ديال الحك تقريبا وحده، عندي القليل من الزبيب وجوج بصلات محكوكين، شويه الملحه والقزبر والثومه والزيت زيت العود. غنبداو على بركه الله، نجيب الكوكوت هنحط فيها الكرعين اللي غسلتهم مزيان، كيف ما كتشوفوا حطيت فيها الكرعين. من بعد ما حطيت الكرعين غنضيف ليهم البصله كيف ما كتشوفوا، يعني انا من العشاق ديال الكرعين كنحماق عليهم. غنزيد الثومه، خديت ثلاثه الفصوص ديال الثومه حكيتهم، والقزبر مطحون. غناخد الملحه ونضيف الحمص، غنضيف كل شيء دقه واحده، عارفش غنزيدهم الماء، يعني هما ما كيتحمروا ما كي يعني ما كيتقلاوش، كنديروا كلشي في الكوكوط. غنزيد عليهم فوق زيت الحمص، غنضيف الزبيب ونكب زيت العود هكا. نزيد العطريه التحميره كنجبير والخرقوم والبزار والكامون، غنضيف مطيشة الحب كما كتشوفوا، وغنضيف الماء نرويه مزيان. نسد عليه الكوكوط ونخليه يطيب، يطيب ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديال الكرعين ديالنا. كيف ما كتشوفو انا نسد عليه الكوكوط، ومرة مرة قلبوه الى وكح زيدوه الماء، لقاش هاد يعني الهرقمة ديال البكر يعني كتاخد وقت طويل باش كطيب. هانتوما معايا، كتشوفوا من بعد ما طرت لي الهرقمه كتجي على هذا الشكل. يعني واخا تحرقت لي شويه نسيت الكوكوط عليها، كنتمنى انها تعجبكم، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك ولي كومونتير، وتبارطاجيو لا فيديو الى عجبكم، خليو لي دي كومونتير. شكرا، الى فيديو قادم ان شاء الله.